صباح التفاؤل والسعادة والأمل، حياكم الله من جديد في فقرة لمسات إماراتية ببرنامج صباح الشارقة، والتي من خلالها نسلط الضوء أسبوعياً على إبداعات ومشاريع صغيرة صنعت من قبل مبدعات إماراتيات. نتعرف على ضيفتنا وعلى مشروعها، لكن بعد هذا الفاصل خلكم ويانا. حياكم الله من جديد، يسعدنا نستضيف معنا اليوم مريم عيسى صاحبة مشروع لبان عود. صباحك سعادة ومنورتنا في لمسات إماراتية. صباح الورد والسرور، مشكورة يا سمر على هالاستضافة الطيبة اللي أنا أشوفها بصراحة فرصة لدعم المشاريع خاصة للمرأة. جميل، سعداء بوجودك معنا. نبغي نعرف، يعني ما شاء الله تشوف نماذج جدا جميلة، نبغي نعرف الفكرة الأساسية من مشروع لبان عود، وكيف حولتي هاي الفكرة إلى مشروع تجاري؟ قبل أن نبتدي بالفكرة خلينا نتكلم عن الأساس. الطيب جزء مننا، ما جزء لا يتجزأ من حياتنا. صحيح. كد مرة واحدة خطفت صوبك وقلتي ما شاء الله محلات الريحة، أو دخلتي بيت وقلتي ما شاء الله بشو مبخرين البيت. صحيح. هذا شيء من الأسباب. وثاني شيء إن الحمد لله أن الإمارات تعتبر منصة للجمال والطيب. صحيح. نستضيف مؤتمرات وغيره، فأرض يعني خصبة لها النوع من الاستثمار. بالفعل. ومنهم فينا ما يحب الطيب؟ فأنا من عشاق الطيب والله. ما شاء الله. فأنا يعني قلت أخذ شيء أنا أحبه وله جمهوره. ما شاء الله. والحمد لله كانت بدايتنا الله يسلمك في عرس. يعني بدينا على قوي الحمد لله. ما شاء الله. لفتة جدا جميلة، يعني ما شاء الله مبين عليك أنك دارسة الموضوع، مو فقط شغف وإبداع. الحمد لله. بالنسبة للنماذج الجميلة للصناديق وكذلك أنواع العود، فشو بتقدمين لنا في لمسات اليوم؟ إن شاء الله اليوم بقدم لكم البوكس الاستكشاف. جميل. البوكس الاستكشاف هو ترمون يعني الزبون يروم يحط فيه اللي يشتهي من الهدايا. جميل. فغير أنه مثلا يقدرون يحطون فيه المدخن الخشبي. جميل. ويا الأعواد الذكية. أو اللي يحب شيء على ذوق ثاني، عندنا المدخن الأكريليك مع الملقط. جميل. واللي مثلا يحب الأعواد، لأن أنت عارفين حتى الجمهور له شخصيات متعددة. صحيح. فمن الجمهور ما شاء الله الذويق اللي يعرف العود وله مزاج معين، فحاب يقول لك أن أنا أبغي العود الفلاني مثلا الكمبودي أو الهندي. جميل. وأبغي دهن عود كلاكاس. فهالبوكس يستوي من نصيبه، يكون نوعين مثلا من الأعواد. جميل. مع دهن عود ونغلف للبوكس. رائع. وفي حد أنه لا أنا جديد على عالم العود، خبريني شو أختار وشو هذا، وأسأله عن مزاجه وأتحاور مع الزبون، وعقب أحاول أوصل على اللي هو يبغى. فنوصل هني عندنا صندوق الاستكشاف يكون فيه 4 أنواع، يختار من السيلاني، الأسقون، الفلبيني، عندك وعندك من الموري حتى درجات، يعني في حد الكينج وهذا والموري العادي، وعندك الماروكي الأصغر، وعندك آسام ونقلان. يعني المختارة نماذج جميلة وملفتة، وكذلك الألوان الفخمة فتناسب تقدم كهدية وكذلك توزع في المناسبات السعيدة. تمام. جميل جدا. الله يسلمك. ما تقصين، هو للأمانة الأكثر من، لأن مثل ما قلت لك أنا أخدم أكثر من زبون. حاسبة حساب كل شيء وعند دراسة، واضح يعني ما شاء الله حبك في هذا المجال. وحين نستخدم يعني هي نماذج متعددة ممكن ترضين فيها مختلف الأذواق. هذا هو الشكل النهائي. نشوفه. وهذا هو الشكل النهائي مثل ما تشوفون مشاهدينا. لمسة ولا أرقى ولا أجمل، فعلا انتقاءات مميزة، وكذلك اسم المشروع موجود، وكذلك أيضا منصات التواصل المختلفة موجودة، يعني عساس هذه نوع آخر من التسويق، أن مثلا تهدون لشخص عزيز عليكم ممكن تشوفون وتضيفون الحساب
وتطلبون لمناسبات أخرى، والله يديم علينا مناسبات سعيدة دائما يا رب. شاكرين وجودك معانا، وإن شاء الله الله يبارك لك برزقك ووفقك دائما يا رب. وياك حبيبتي، مشكورة وايد على الاستضافة، وأقدر لكم دعمكم للمرأة الإماراتية. واجبنا. كل الشكر لمريم عيسى صاحبة مشروع لبان وعود، سعدنا كثيرا بلقائها في لمسات إماراتية، نتمنى لها كل التوفيق والرزق الوفير يا رب. بهذا نكون قد وصلنا لنهاية فقرتنا لهذا اليوم، على أمل أن نلتقي الأسبوع القادم مع لمسة إماراتية جديدة ومشروع جديد. إلى اللقاء.